اديتك اكبر من حجمك. كنت فاكراكي هتفهمي. يا مدام والله ما اعرفش ده حصل ازاي. انا اتفاجئت بيه عندك زي ما انت اتفاجئتي بيه بالظبط. والله الكلام ده تروحي تقوليه لواحده ما تعرفكيش، انما الواحده تعرفك اكتر من نفسك يبقى عيب. الواد ده انت تعرفيه، بس افهم امتى وايه اللي بينكم بالظبط. انا ما انكرش اني اعرفه. انا اعرفه فعلا. بس اعرفه من فتره قريبه. هو بيشتغل في النايت كلاب اللي احنا نايت الزفت. ها عايزه جديد؟ ما اعرفش. انا ما اعرفش ايه اللي وراه وما اعرفش ايه اللي خلاه يدخل لك. غبيه، عارف يلعب بيك الكوره الصايع. طب هو قالك عايز ايه؟ انت اللي سهلتي دخوله عليا من البودي جاردز. طبعا لا، انا مستحيل اعمل حاجه زي دي وانت عارفه كويس. حصل بينكم حاجه؟ قلتي له ايه عني بالظبط؟ ما سالنيش عليكي قبل كده، عمر ما جت سيرتك خالص. ماشي، خلي بالك من نفسك. طب هو قالك ايه؟ كان عايز ايه يعني؟ وانتي لما هتعرفي هتقدري تتصرفي، مش كده؟ ده انتي فاشله انك تديري مكانك او حتى انك تأمنيه. انا اسفه واوعدك ان اللي حصل ده مش هيتكرر تاني ابدا. ده لمصلحتك يا بوشي، لان المره الجايه هيكلفك كل اللي عملتيه السنين اللي فاتت. ديم حبك. تعالى يا عمر. امي بعتلك دول. متشكرة يا حبيبي، تعبتك معايا. ما تقوليش كده، انا تحت امرك. انت بتحبي القراية؟ طبعا بحبها جدا. تعرفي انا كمان بحب القراية قوي. ايه ده بجد؟ امال ايه؟ عارفة لما كنت في الملجأ كنت بحب قصص اللي هي رجل المستحيل والحاجات دي اللي فيها ضرب وتنطيط وكده، بس كان كل فين وفين بقى لما يشمونا ريحة الكتب. ايه ده؟ وليه كده يعني؟ استخسار بعيد عنك. ولا يهمك، انا هخليك تقرا كل الكتب بتاعتي واجيب لك كل الكتب اللي انت نفسك فيها كمان من عينيا. بجد يا حوبه انا بحبك قوي ربنا. وانا كمان يا عمر. بص يا عمر، اقرا زي ما انت عايز، بس ما تصدقش قوي كل اللي هتقراه، اصله في الاخر يعني شويه كلام على ورق. انت ليه بتقولي كده؟ عشان هي دي الحقيقه. الحياه اللي احنا عايشينها مختلفه، اصعب بكتير من اي حاجه بنقراها ونتمناها ونتخيلها. لازم تبقى فاهم ده وتقبله، ده لو مش عايز تتعب زيي. سلامتك يا خالتي من التعب. قولي لي بس ايه اللي مضايقك وحياة امي بعيده عنك خالص وخليك تنبسط. يا ريتها كانت سهله كده يا عمر، يا ريت. يا نهارك اسود، انت سيد، انت اللي عملت كل ده. انا عمال اقول الناس عماله توقع كده زي ورقه طمنه بزقت صباع واحده ليه؟ او طلع بصباع حبيبي. أنا اللي شاعت فيه وأخوه رمان. شفت بقى الدنيا حلوة إزاي؟ حلوة دي؟ أنت بتهزر يا سيد؟ لازم أهزر، دي عالم هفا وأذيتها وجهة. أنا يا مدام كان أنت سيد، كنت عمال أقول لنفسي إنك هتعمل شيء وخلاص. تروس إيدك بالدم يا سيد. طب إيه ده؟ ده إيه إلا دم؟ ما تقدر طيب في إيه؟ أنا مش بلطجي ولا غاوي أطيح في رقاب الخال. المفروض أقول اللي ابتدى بالشر أخوه كان عايز يخلص مني، كنت عايز نعمل إيه؟ أتفرج عليهم وهم بيغربلوني؟ مهما قلت يا سيد، مهما قلت مش هتعرف تبيعها لي. فاكر يا سيد؟ فاكر قلت لك ايه اول ما جيت تدخل السكه الشمال دي؟ قلت لك تجاره الصنف مش زي ما بتشوفها في الافلام. ارشاها في الاول حلو صحيح، بس في الاخر يا شغلانه وسخه بتنتهي بزعله كبيره قوي وحسره ما حدش بيونسك فيها زي كل حكايه وليها دنيتها، واللي يزق نفسه في حاجه يستحملها. سيد افهم، انت فاكر ان حكايه معوض دي هتعدي بالساهل كده يا سيد؟ يا ابني افهم، قدامي في الشغلانه دي زي الكيف، من اول يلف يلف ويرجع لك. خليهم يجيبوا معايا اخرهم. خرش يا احمد، انا مش مصدقه نفسي. انا وانت كده قاعدين وسط الناس؟ ليه يعني مش مصدقه يا بطل؟ انت مراتي. طب والله العظيم لو اقدر اعمل اكتر من كده كنت عملت. ربنا يخليك ليا يا حبيبي ونعمل كل اللي نفسنا فيه. إلا بالحق يا أحمد، كان في موضوع كده عايزة أفتحك فيه. والله يا بطل، يعني كانت شغلانة كده اتعرضت عليا وكنت عايزة أنزل. شغل؟ شغل يا بطل؟ ليه وأنا قليل ولا إيه؟ اخسى عليا يا حبيبي، اتقطع لساني، ده أنت كبير الناس يا أحمد. أنا بس قلت أنزل أساعدك كده، أنت عارف أبويا ومصاريف علاجي. ولو يا بطل، أنا لو حسيت إن إحنا محتاجين حاجة أنا هتصرف. كانت شغلانه بسيطه، ده محل عبايات فتح عند بطه.
طب خلاص بلاش. وانا اللي اقولك ايه اللي ينفع يتعمل وايه اللي ما ينفعش، مش تيجي فجأة كده من ورايا. وبعدين مصلحة ايه اللي بينك وبين موجة؟ انت تعرفها منين اصلا؟ مش لازم تعرفي عشان خايف عليك. ليه؟ هو انت فاهم اني معرفش موجة بتشتغل في ايه؟ يا ست تشتغل زي ما تشتغل، مالكيش في ايه؟ لا ليا، اما دخلك حياتي وقربك من شغلي يبقى ليا ولازم افهم كل حاجة. طالبه معاك نكد النهارده انت مش كده؟ على فكره انت ما ينفعش تتكلم معايا كده خالص. واحسن مني كمان. طب قول لي يا ابو خالص، هي رحاب عارفه انت بتشتغل في ايه؟ تحب اقول لها؟ مش تعملي كده، مش عشاني، عشان ما تزعليش. ألف هنا وشفا حق ربيع. الله يهنيك يا معلم سلطان، تسلم ايدك أمونة، فكرتني بأكل أمك الله يرحمها. ألف رحمة ونور يا أخويا تنزل عليها. قول لي بقى يا معلم، انت ناوي تديني فلوس قد ايه؟ فلوس ايه يلا، مش لما اعرف انت هتشغلهم في ايه الاول؟ انت من الصبح عمال تبص لي في كلام كده وما انتش مراسيني على اي حاجه. ما قلت لك يا معلم، من ده على ده؟ يعني مش شغلانه بعينها. انا اي مصلحه بتظهر قدامي بتكل على الله واستخير وادخل فيها على طول. يعني انت تعتبر الفلوس كده متوزعه في كذا مصلحه، عشان لو مصلحه ما ظبطتش التانيه تشيلها. يا سلام عليك وعلى افكارك يا اخويا يا حاج ربيع، ربنا يحرسك يا اخويا من كل راضي. كلي كلي امانه عشان ربنا يحرسك انت كمان. قولي بقى يا حاج ربيع، الارباح هيبقى سيستمها ايه؟ صلي على هيشفع فيك. على الصلاه والسلام. الباكو على 140 جنيه، يعني 14% في السنه، يعني اجعز بنك فيك يا بلد ما بيطلعهمش، وكله بالحلال وبمرض ربنا، ولا فوايد ولا حجوزات. طب وهنتحاسب ازاي انا وانت؟ اللي بكلمك فيه ده خلص ما خلص ليك صافي. انا بقى برزق من وراه. يطلع بقى قليل يطلع كتير، ده رزقي ونصيبي. ها قلت ايه يا ابو اشرف؟ والله يا مان هو الكلام حلو، بس ما تديني فرصه يومين كده ادور الحكايه في دماغي وارد عليك. يا اخويا اقول امين بقى وتوكل على الله. وقبل ما نقول امين الكلام ده يفضل بينا، الحاجات دي لما تتعرف بتتنظر وهيتلم عليا طوب الارض، وانا بيني وبينك مش عايز افتح على نفسي فتوحه. هم قرشين اختي على قرشين جوز اختي وكده. اريني ماشي يا حاج ربيع. ماشي كويس انك صاحي. يعني في حاجه ولا ايه؟ لا بس كنت مش جالي نوم فقلت اجي دردش معاك شويه. وايه اللي شاغلك بقى يا نجمه؟ ده انت المفروض ما يبقاش في حد فرحان قدك. ده حقيقي، بس مواعيد بقى وتصوير وانا مش واخده على الجو ده خالص. هي كل حاجه في اولها كده، بعدين هتاخدي على الجو ده وتتعودي عليه. انا خايفه يا احمد، خايفه قوي. هي اللي بتقول الكلام ده؟ ده انت طول عمرك ضربها طناش. يمكن عشان كده محتاجه اخد وقت اهدى فيه شويه وافكر في كل حاجه عشان داخلة عالم جديد. ساعات بحس اني عادي وساعات بحس اني متلخبطة،
مش عارفة، أنا حتى مش عارفة أقول اللي جوايا. كل حاجة في أولها بتبقى صعبة، هي الدنيا نظامها كده. بعدين لما بنشوف النتائج بيهون علينا تعبنا بقى، وانتي ابتديتي تشوفي النتائج اهو. يعني أول طريق النجاح. تفتكر؟ متأكد. إيه رأيك في اللي فودة عمله في نفسه؟ خيبة واللي تعقل ما تطلعش من عيننا درج باليومية. شمتان فيها؟ الشمتة بتريح القلب، مع إن فودة ده كان معلم كبير وقديم، ابن سوء على حق. اللي كان تحت إيد فودة ما كانش فيه حد في السوق كله تحت إيده زي، كان مسيطر، بيخلص البضاعة في الوقت اللي أنا بأمر بيه. شاطر. لكن هنعمل إيه بقى في قلة العقل؟ ولا إيه رأيك؟ ربنا يكفينا شرها يا ست الكل. ولو قلت لك إن أنا عايزة أجربك تعمل إيه؟ يا نهار بركة، عليا الحرام كنت ظبطت السوق ظبطة، وكنت عكننت على الداخلية أيامها، وكنت زودت الطاق طاقين. ولما أنت جامد أوي كده معرفتش تسيطر على منطقتك ليه؟ يا ست الكل سأل على منطقتنا، هتلاقي زبوننا لمؤاخذة طفشان من زبون فوضى واللي زيه، وبيجي لحد عندنا، ده غير إني عمري ما خدت منك بضاعة ورجع منها صباعة. ولو قلت لك إن أنا هديك ملك فوضى؟ أقول لحضرتك تسمي من غير ما تجربي، هتلاقيني سداد وهعجبك. ولو وقعت؟ هتحجب واقعد في البيت. ماشي. بتندهيني يا نصرة؟ اه يا حوبة، بصي يا اختي، اختاري لي لون من دول لحسن انا رايحة جاية عليهم طول النهار لما شفايفي باشت. ليه يريحك يا حبيبتي، ده على حسب ذوقك. يا بنت هي شغلتك ولا مش شغلتك؟ ما تنقي لي واحد منهم. ده احلى طبعا، لايقة على بشرتك وهادي، بس قولي لي من امتى يعني يا نصرة؟ هادي ايه؟ قلت اجرب ولا انا راحت عليا؟ لا طبعا ما اقصدش، بس انا ياما لساني اتدلدل واقول لك جربي يا نصرة وانتي تقولي لا. زهقت يا اختي من قلت لا، قلت اجرب زي بقية الناس، هو حلال ليهم وحرام عليا